بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأشرقت الأرض بنور ربها. ويقول جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الحديث في هذا اليوم سيدور بإذنه تعالى حول عنوانين. العنوان الأول هو العنوان المنطقي الشهير، وهو التصور والتصديق، والعنوان الثاني هو العنوان الذي ورد في هذه الآية القرآنية الكريمة بقوله تعالى: رابطوا، عنوان المرابطة. في المنطق كما هو واضح يطرح مبحث التصور والتصديق، ونحن ندرس المنطق بشكل عام من زاوية علمية اسمها المنطق، حيث نريد به أن نؤطر التفكير ونحفظ الفكرة عن الخطأ من حيث العلة الصورية. لكن المشكلة أننا لا ندرس علم المنطق من زاوية علم النفس الاجتماعي، ولا ندرس المنطق من زاوية علم الأخلاق، وهذا ما نريد أن نشير له بإيجاز في هذا الفصل الأول من الكلام. الترابط الجوهري الموجود بين مبحث التصور والتصديق وبين علم النفس وعلم النفس الاجتماعي فيما يرتبط بإطار حديثنا الثاني، وهو المرابطة. ما هو رابط التصور والتصديق المنطقي بالمرابطة في الآية القرآنية الكريمة؟ عندما ندرس التصور والتصديق من زاوية علم نفس، من زاوية نفسية، ومن زاوية علم النفس الاجتماعي، ومن زاوية علم الأخلاق، فستفتح لنا نافذة جديدة معرفية. التصور بإيجاز، لأن هذا بحث واسع الأطراف، التصور يتعلق بأحد أمور أربعة كما هو معروف في علم المنطق. متعلق التصور تارة يكون المفردات، جبل من ذهب تتصوره، إنسان أبيض أو أسود، عادل أو فاسق تتصوره. فالتصور لو تعلق بالمفردات جبل، ذهب، إنسان، سحاب، فهو تصور، يعني ما تعقله الإنسان، ما حصل في ذهن الإنسان من صورة، لو كان هو المفردات فهذا تصور. كما أن التصور أيضا يتعلق بماذا؟ بالمركبات الناقصة، مثل المضاف والمضاف إليه، ولام وزيد، هذا تصور إذ لا تصدق فيه. كذلك الصفة والموصوف، الرجل العادل، هو الرجل العادل ماذا؟
هذا تصور. كذلك الصلة والموصول، الرجل الذي، الرجل الذي ماذا، هذا ثانيا. ثالثا التصور أيضا يتعلق بالإنشائيات، اذهب، اذهب ما في تصديق، لأن هو إنشاء، ما في تصديق بأمر موجود في الخارج يحكي هذا لكي تصدق به، وإنما هو إنشاء وإيجاد. لا تذهب، هل ذهبت، هل ذهبت ما بتصديق، ليستفهم عن الأمر. كما أن التصور أيضا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجملة الخبرية المشكوك فيها إذ لا تصديق. لو بلغك خبر فشككت في صدقه وكذبه فأنت متصور للموضوع والمحمول والنسبة الحكمية هكذا. أما التصديق فيعني متعلقه هو النسبة الحكمية زائدا الإذعان بها. متعلق التصديق هو النسبة الحكمية إذا أذعنت بها. هذا هو البحث المنطقي الشهير، وبإيجاز أكو بحوث شوية أكثر تخصصية لكن يكفي هذا المقدار. لكن الذي نريد أن نقوله أن التصور أولا يسهم، بل له دور أساسي في صناعة شخصية الإنسان. وهنا موطن المرابطة في الآية القرآنية الكريمة. أول موطن للمرابطة هو المرابطة عند الشيطان التصور في بعض أنواعه. التصور ثانيا يصنع التصديق في بعض الحالات. من المعروف أن التصور لا يستلزم التصديق، لكن يستثنى من ذلك، تستثنى من ذلك بعض العناوين الرئيسية اللي لعله في المستقبل نتحدث عنها. أن التصور يصنع التصديق في بعض الحالات كما سنشير من غير بحث دقي الآن إلى بعض مصادقها، اللي هي موطن الشاهد على ضوء آية المرابطة. إذن التصور ثانيا قد يصنع التصديق. ثالثا التصور قد ينتج العمل. التصور بما هو تصور قد يثمر السلوك والعمل الخارجي. المتصور عادة هو أن التصديق يستتبع العمل، لكن عندما ندرس القضية من زاوية علم النفس، علم نفس الإنسان، سنكتشف أن التصور في كثير من الأحيان هو الذي يصنع السلوك، وإن كان التصديق على النقيض. التصور يسهم في صناعة شخصية الإنسان. الإنسان يتصور ذاك البعيد امرأة أجنبية متبرجة، يتصور هذا التصور شيطان. هنا يجب أن يرابط الإنسان، هاي أول محطات المرابطة. نفس التصور، نفس هذا التصور لامرأة أجنبية، هذا الشيطان ينبغي أن يبعد عن صفحة سريرة الإنسان. يتصور الإنسان المعصية، نفس التصور شيطان. يجب على الإنسان أن يطهر نفسه منه وقلبه منه. اللهم طهر لي، عندما يغتسل ماذا يقرأ الإنسان؟ اللهم طهر لي قلبي من ماذا؟ من وساوس الشيطان ومن التصورات الشيطانية. امرأة أجنبية ولو يشوف الإنسان بالتلفزيون، حتى لو قلنا بأن هذه النظرة كانت مجردة من الريبة وخوف الافتتان، وأن مرجع التقليد الذي قلده الإنسان جوز النظر إلى هذه الصورة، هي شيطان. لأن عندما تنعكس في داخل الإنسان، تقرب الإنسان عند المحطة الفارقة بين الحق والباطل، تقربه للمعصية. الصور تبدأ في اللاوعي تتراكم فتجره للمعصية، حتى لو قلنا بأنه مكروه، لكن المكروه مكروه. نحن نتسلح بالسلاح أنه مكروه إذا نقتحم، لا، المكروه مكروه. أراد الله أن يسهل علينا، لكن أنا فلأكن حكيمة، لأن عند ساعة الصفر هاي الصور المتراكمة تؤثر،
قطعا تؤثر، بلا شك تؤثر. الإنسان يتصور في مثال آخر، هل أدفع الخمس أو ما أدفع الخمس؟ كثيرا ما تشوفون أقوم أصلي صلاة الليل أو لا، أدفع خمسي أو لا، أكو دين هنالك علي أدفعه أسدده في وقته أو لا أسدده. هذا هو شيطان، شيطان التصور. هاي من مقولة الإنشاء الآن كانت، اللي هي من أقسام التصور. قلنا التصور من متعلقاته الإنشاء، أدفع الخمس أو ما أدفع، هذا من مقولة التصور لا تصدق فيه، أدفع أو ما أدفع، يخاطب نفسه قم ادفع، ليش تبقى في حيز التصور؟ أسترضي فلانا حيث اغتبته؟ إن لم تترتب مفسدة أكبر على حسب رأي السيد الوالد في المسألة، إن خلافية المسألة، أنه لو اغتاب شخص شخصا أو اتهمه أو دم عليه أو غير ذلك، فهل يجب عليه أن يسترضيه؟ البعض يقول نعم، البعض يقول لا. البعض يفصل أنه لو كان الاسترضاء مما لا تترتب عليه مفسدة أعظم يجب، وإلا لا. أحيانا تريد تسترضي فهو يفتح باب للفساد، ما راح يرضى وراح تبدأ مشكلة جديدة. هنا هل أروح أسترضي من الطرف الآخر؟ ليش تفكر؟ ليش تبقى في دائرة التصور؟ روح استرضي، اكسر غرورك، شنو الإشكال في ذلك؟ المشكلة نحن لا نرابط عند الثغر الأول الذي يرد منه إبليس. أول ثغر هو التصور، التصورات الشيطانية أول ثغر هو هذا. ثاني ثغر هو التصديق، وثالث ثغر هو العمل والسلوك الخارجي. التصور إذن بكلمة واحدة يسهم في صناعة شخصية الإنسان. الإنسان يتصور أمير المؤمنين عليه السلام بتلك الطلعة البهية والنورانية وذاك السماء الملائكة، يتصور بس هذا نفسه يوجد نورا في قلبه يصوغ شخصيته. الإنسان يتصور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتصور الصباح، يتصوره، يتخيله، يتمثله، يتجسده ولو بصورة نورانية. هذا نفسه يسهم في صناعة شخصية الإنسان، نفسه راح يمنعه من المعصية إذا كاد أن يقترب منها. نفس هذا التصور يتصور ضريح الإمام الحسين عليه السلام، يتصور الكعبة المنورة، يتصور كتاب الكافي الشريف. هكي يتصور بدل ما يتصور فلان كتاب الحادي، يعني هاي الصور هي تنطبع في ذهنه، الكافي الشريف، تحف العقول، نهج البلاغة، الاحتجاج، بحار الأنوار، هاي الكتب، وسائل الشيعة، جامع أحادي. نفس هذا التصور يصنع شخصية الإنسان. أما يتصور فلان كتاب فسق والعياذ بالله فلان، هاي الأخبار اللي الإنسان يطالعها. الغرب له منهجية ذكية، الغرب يدرس المنطق من زاوية علم نفس، كل كلمة هو التصور يريد أن يصنع. ملاحظين كيف أن الأخبار الآن مشحونة بالجرائم؟ التخطيط أكو وراء، يعني شو ما واحد يقرأ في الجرائد، في المجلات، في الإذاعات، في الشبكة العنكبوتية، جريمة قتل، جريمة اغتصاب، نفس هذا التصور قاعد يصنع شخصية ذول الشباب، لأنه يصير يعني قبح العمل يرتفع في الذهن، هي يسمع ويسمع ويسمع. مثل ما الإنسان إذا يسمع سينما وسينما شوي شوي يندفع إليها، ذاك الإنسان البعيد. أما إذا لم يتصور إلا المسجد، إلا الحسينية، إلا الطهر، إلا العفاف، إلا الورع، إلا التقوى، إلا الأولياء، هذا الإنسان طبيعيا يسمو. إذن الشيطان الأول والثغر الأول الذي ينبغي أن يرابط عنده هو شيطان التصور في مقابل نزاهة التصور. ولذا أولياء الله حتى لا يفكرون في المعصية، حتى ما تخطر بباله. الإنسان أحيانا تخطر بباله المعصية، يفكر أعمل ما أعمل ثم لا يعمل. نفس هذه هي منقصة، هي رذيلة، هي قاعد تؤثر في نفس الإنسان، تنخر من إيمانه هذه التصورات، سواء كانت في حقل الإنشاء أم في المركب الناقص أم غير ذلك من التصورات. إذن هذا أولا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الرواية قرأناها، رابطوا على ما تقتدون به، أن يرابط الإنسان على الاقتداء بالأئمة،
الأطهار برسول الله صلى الله عليه وآله، حيث كانوا منزهين حتى عن خطرات القلوب وحتى عن وساوس النفوس بالمقدار الذي نستطيع. لا نستطيع أن نحلق إلى تلك العلياء كما هو واضح، لكن يمكن أن نحاول، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الإنسان دائما يحاول يملأ ذهنه بالصور الإيجابية المشرقة، المعاني الإيمانية، الوفاء، أصلا بس يفكر الوفاء ما يحتاج إلى تصديق، الوفاء، الصفاء، الصدق، المحبة في الله ولله وبالله، التوسل. هاي المعاني عندما الإنسان يفكر فيها أصلا نفسه تتغير، نفسه تتحول، يتحول إلى شخص آخر. إذن هذه هي الحقيقة الأولى، وهذا هو موطن المرابطة الأول. الحقيقة الثانية، التصور يسهم في صناعة التصديق في أحيان كثيرة. التصور أحيانا لا ربط له بالتصديق، جبل من ذهب، هل نصدق به أو لا نصدق به؟ هذا التصور هو لا بشرط بالقياس إلى التصديق، هو حياد، لا يقول أكو أنا موجود ولا يقول أنا مو موجود. لكن بعض التصورات تسهم في صناعة التصديق. المثال الصارخ اللي الآن ما ندخل فيه وله بحث هو كافة الممتنعات من هذا القبيل وكافة الواجبات، ولذا يقال تصوره مساوق لتصديقه، يعني الدور ممتنع. إذا واحد صدق فهم الدور، يعني شو يعني تصور الدور، فورا يذعن بأنه ممتنع، ما يحتاج استدلال. إحنا مشكلتنا مع العلمانيين ومع غيرهم أنه ما يتصور هذا المفهوم جيدا، يبدأ يناقش، بس لو خلى إلى نفسه أصلا تصور يعني شنو الدور؟ الدور يعني توقف الشيء على ما يتوقف عليه. زين كيف يكون الشيء، في مثال تقريبي طبعا، يكون الشيء هو تحت في نفس الوقت اللي هو فوق من جميع الجهات؟ مو معقول هذا. هذا في مثال تجسيدي. كيف يكون الشيء علة لما هو علة له من جهة واحدة؟ مو معقول. إذا تصور الدور حقا فإنه مستلزم للتصديق بامتناعه صدقا. المشكلة الأساسية لا تصوره، وإحنا في مباحثاتنا الكلامية مع الآخرين فلنصنع له أولا، يعني شوف مشكلته هذا في التصور، شيطان التصور حال دون أن يفهم الحق، شيطان التصور حيث تصور أبا بكر على غير صورته، تصور علي بن أبي طالب على غير صورته، هذا اللي جره إلى ذاك الوادي. المشكلة الأولى في التصور، ها هنا التصور يصنع التصديق في الممتنعات ضرا كذلك، في الفطريات، في الأوليات، في البديهيات وما أشبه ذلك، وكذلك في واجب الوجود. تصور الله يغني عن أي شيء آخر، تصور هذا المعنى، يعني تصور الذات المستجمعة لجهات الكمال كلها. ولذا الله يقول أفي الله شك، يعني يرجعنا للفطرة، يقول بس أنت تصور خلاص راح تصدق لو تصورت. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما في شك، ما يحتاج استدلال، هذا تصوره مستلزم لتصديقه. نقطة المرابطة الثانية هو هذا النمط من التصور، التصور الذي يجر إلى التصديق. في المعاصي مشكلة الكثير منا وفي الرذائل الأخلاقية أنه لا تصور حقيقي لنا عن فداحة هذه المعصية والجريمة، نتصورها كذبة بيضاء، ماكو تصور عن واقع الكذبة، الكذب هو عقرب سوداء وليست كذبة بيضاء. بس هذا عندما التصور يكون مشوه وناقص يقول هاي كذبة هي عادية، ماكو تصور حقيقي. لو كان التصور الحقيقي لاستتبع التصديق والعمل أيضا. الإنسان في ذيك الآية القرآنية الكريمة حيث يقول تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت، إذا الإنسان صدق تجسد هذا المعنى، تصوره، تصور لحم أخيه عنده وقاعد يأكله، كم يتقزز الإنسان إذا تصوره حقيقة، فإنه سيصدق قطعا بأن هذا قبيح. لو تصور بأن شخصيته الاعتبارية هي أهم من هذه الشخصية
الجسدية وهو ميت، فقعد ينهش من لحمه من سمعته. إذا تصور هذا بقبحه، يعني تصور قبحه حقا، ما يحتاج إلى استدلال بأن هذا بعد يصدق بقبحه، يصدق بحرمته، هو حرام، انتهى الأمر. من البديهيات عندئذ سيكون ذلك. ولذا من الأساليب النفسية المهمة لكي يرتدع الإنسان عن المعاصي ويكون مرابطا في هذا الثغر، أول ثغر هو أن الإنسان هذا المعقول يشبه في ذهنه بالمحسوس بشكل أفضل. يعني ذاك الإنسان المبتلى بالربا يروح عند النار عند الطباخ أو عند أي نار أخرى مشتعلة، يتصور هذه النار ويقارنها بالنار التي أكلها في بطنه، شوية يقرب إيده يحس بعض الحرارة. ذاك الإنسان المبتلى بالغيبة أيضا يروح إلى المقبرة ويتصور الميت هناك وهو قاعد ينهش من لحمه، كم هو مقزز، كم هو منفر، يجسد هذا المعنى في ولا أنا عندما قاعد في مجلس مطايبة ومجلس سمر وأغتاب ذاك المؤمن وذاك وتلك المؤمنة البعيد الذي يغتاب لا سمح الله، نفس الشيء. هذا التجسيد هو نوع من الإيحاء القوي المؤثر في صناعة شخصية الإنسان، في التصديق بقبح الشيء وفي الأثر الخارجي الذي يمكن أن يترتب على ذلك. أحد العلماء أنقل قصة لطيفة، وهي قصتان في الواقع في قصة. القصة الأولى هي تمهيد للقصة الثانية ولها الموضوعية. أحد العلماء وهو من الخطباء أيضا، هذا الشخص دعي إلى مجلس في إحدى البلاد المعروفة بأنها تعطي أموالا جيدة للخطيب، إضافة لأنه في ذاك البلد، وأعرف تفاصيل ذاك البلد، ليس فقط يعطون للخطيب أجرة الخطابة إن صحت هذه التسمية، وإنما أيضا تأتيه يعني هدايا، أعطيات أخرى، نذورات خاصة. هو إنسان صالح كما أعرفه، إنسان متقي ورع، والناس يحبون بطبعهم المتقي الورع، فيعطوه هدايا ويعطوه أيضا نذورات، ينذرون له أصلا، هو عندما يتحقق النذر يدفع له مبلغ، أو البعض ينذر ويدفع من قبل حتى يصير جارنتي إن صح التعبير، يكون ضمانة لكي الله سبحانه وتعالى يشوف هذا العبد الفقير أعطى الفلوس مسبقا أو وفى بالنذر وليس عليه مسبقا، فالله حتما وهو أكرم الأكرمين سيفعل ما طلب من هذا العبد الفقير المستضعف. وهذه طريقة مجربة في كثير من الأحيان، الناس عادة يعلقون الوفاء بالنذر على تحقق ما نذروه، ما نذروا لأجله، لكن لا، هي الطريقة الثانية هو أكثر فاعلية، وأنا ذكرت ذلك للكثيرين ففعلوا وكانت الحاجة ناجعة عندئذ. المهم، ففي ذاك البلد المعروف الخطيب عندما يروح خوش فلوس يحصل عليها إجمالا، دعوه إلى مجلس، فهو تلفونيا في شهر محرم لعله قال لهم لا أنا أعتذر. ليش؟ لاحظوا الوفاء رغم عدم وجوب ذلك عليه على حسب رأي المشهور. قال لهم أنا في الواقع التزمت قبل أن تتصلوا بي بسويعات لعله مع مجلس في إحدى القرى في بلده، أنا التزمت قبل ذلك بمجلس في ذاك البلد، لذا أنا أعتذر لكم. شيخنا ممكن تبعث نائب، ممكن تتصل بيهم تعتذر منهم وترضيهم أيضا وتطيب خاطرهم. قال لا، أنا أعطيت كلمة وعند كلمتي. وفي تلك القرية اللي كان مدعو لها، هو طبعا من هذا القبيل، إذا دعا إلى قرية مع أنه خطيب جيد يعني ويدعى لمجالس ضخمة، إذا دعا إلى قرية وسبق هو الحق يعتبره للسابق يقبل، حتى لو 20 واحد يجون، حتى لو ما يعطوش، كم لهذا الإنسان من قيمة؟ ده تشوفون صدق إلى قيمة، هو عند نفسه إنسان محترم، إنسان عزيز أيضا الناس، وقبل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا مرابط عند هذا الثغر، ثغر هذه الفضيلة الوفاء. إذا كل إنسان متدين من طبيب أو مهندس أو رجل الدين أو غير عرف بالوفاء، كم هذه عزة للدين، كم هذه دعوة للدين تشكل، هنا موطن مرابطة. ف
فضائل الأخلاق. هذا العالم الخطيب ينقل قضية، يقول أعرف فلانا، لعل هذه القضية نقلتها لكم قديما أو لا، لا أتذكر، أو في مكان آخر نقلتها. يقول أعرف فلانا من العلماء الأولياء، يقول من منذ 40 سنة أعرفه، كلاهما رجل كبير السن. يقول هذا يجاهد نفسه بشكل غريب. يقول المهم بين فترة وأخرى أزوره، أتزود منه، من نفس مجلسه، من حديثه، من كلامه، وإذا عدنا حاجة أحيانا نطلب منه فيمشيها، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى كي يقضيها. يقول طلبت منه موعد رفض، مرة ثانية، ثالثة، رابعة، مرارا عديدة طلبت الموعد كان يرفض. بعد إصرار يمكن شهر أقل أكثر، واستغربت لما، يقول دخلت عليه، يقول شفته حزين كئيب، أصلا متغير عن السابق. قلت له مولانا ما الذي حصل؟ قال ما تدري أنت شو صار، جهد 40 سنة من جهاد النفس تحطمت كلها في ثانية، ثانية واحد 40 سنة. طبعا هذا مو مقصود، هاي الحالات العادية اللي احنا قمة الولائية، قمة المع، كلها تحطمت في ثانية. الآن قبل أن نكمل القصة نقرأ هاي الرواية، لاحظوا هذا الثغر. الرواية تقول في زمن الغيبة، هنا بيت القصيد، في زمن الغيبة لتكسرن كما يكسر الزجاج. هذا خلنا نتصوره جيدا، لتكسرن يعني الإيمان فجأة يتفتت، يتحطم فجأة. وين؟ في امتحان رياسة، في امتحان شهرة، في امتحان غيبة مؤمنين أو تيارات من المؤمنين، وقد يكون لهم عذرهم، قد يكون لهم اجتهادهم، أنت ناقشهم نقاش اجتهادي. أما الغيبة والتهمة والنمي صايرة سوق رائجة. لتكسرن كما يكسر الزجاج، هذا خلنا نتصور جيدا، واحد يشوف الزجاج كيف يتفتت. هذا كتاب العوالم ينقل هذه الرواية. نعم، يقول بالي عن غيبة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، قال لي أبو عبد الله والله لتكسرن كسر الزجاج، أو لتكسرن، والله قسم من الإمام، ما لازم الإنسان يحتاط، ما لازم تكون مرابطته بأشد أنواع المرابطة عند ثغر المعاصي، لتكسر. الإمام قاعد يقسم، إذا احتاط، مثل ما إذا واحد عارف يقول والله اللصوص راح يدخلون عليكم الدار، إحنا مقاعدين، هذا غباء، أقل ما يقال فيه غباء. يقول والله سيدخل اللصوص هذه الدار، استعدوا، وإحنا ساهين لاهين. هذه الرواية للتشجيع وعلى الاحتياط لا للاستسلام، لأن مثل هذا المثال يقول والله اللصوص من جانب دا أشوفهم، أنتم مشغولين هذا بالأكل، ذاك بالشرب، هذا بالعركة والنزاع، ليش؟ والله لتكسرن كسر الزجاج، وإن الزجاج يعاد فيعود كما كان. زين، ممكن واحد يتوب، يستغفر الله سبحانه وتعالى من غيبة أو تهمة أو أي شيء آخر، نظرة، حسد، حقد مظهر، ثم الإمام يزيد الوتيرة، والله لتكسرن كسر الفخار، الطين المطبوخ اللي تصنع منه الكيزان، جمع الكوز، والله لتكسرن كسر الفخار، وإن الفخار لا يعود كما كان. إذا الفخار كسر ما يعود كما كان، فلما هنا المرابطة؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هنا موطن أن تتكسر كل شخصية الإنسان، كل تاريخ الإنسان يتحطم الآن أو بعد 10 سنوات، ما دام الإنسان حي هال70 سنة علينا أن نحتاط، أن ندقق، أن نتأمل. معصية واحدة لا تصدر، هاي المعصية قد تجر إلى معاصي أخرى، قد تحطم كل إيمان الإنسان. والله لتكسرن أو لتكسرن، وكلاهما صحيح، لتكسرن كسر الفخار، وإن الفخار لا يعود كما كان. خلنا نتصور هذا حقا، الإنسان يشوف الزجاج يطلع عليه ويتصور تفتته. هذا التصور إذا كان واضحا قويا فإنه يقود للعمل، يقود للاحتياط، يقود للنزاهة حقا.
والله لتميزن. الله سبحانه وتعالى يميز عندئذ الخبيث من الطيب. والله لتميزن والله لتمحصن تمحيص. هذا ابتلاء إلهي بأعلى درجاته، ولا يستثني الله من ذلك عالما ولا جاهلا ولا مرجعا ولا مقلدا ولا مهندسا ولا طبيبا ولا غير ذلك. والله لتميزن والله لتمحصن والله لتغربلون. شايفين المصفات تغربل، الناس يتغربلون، بعضهم يسقطون هكذا. الامتحان الإلهي حتى بلعن بن باعورة يسقط فيه، الذي آتاه الله الاسم الأعظم. ما عندنا ضمانة إلا الدعاء والتوسل والمرابطة الدائمة والاحتياط. بلعم يسقط اسم الله الأعظم، صار إلى ضمانة من أن يسقط في الامتحان؟ لا. والله لتغربلون كما يغربل الزؤان من القمح. إذن هذه نقطة مرابطة جوهرية، نقطة مرابطة حقيقية، أن يرابط الإنسان عند هذا الثغر، ثغر الشيطان، ثغر النفس، ثغر الأهواء، ثغر الشهوات، ثغر التصور الذي يجر إلى التصديق، وفي المقابل التصورات الإيجابية، ومنها هذا أن الإنسان يتصور بأن شخصيته مهددة في كل لحظة من أربعة أعداء، يختلف الحال. المهم تتمة القصة يقول بأنه فقال أنا في خلال جزء من ثانية فقدت 40 سنة من الجهد، جزء من الثانية، والآن إيش ما أبكي أتوسل أتضرقع كي تعود حالتي السابقة، خلاص راحت انتهى الأمر. الرسول صلى الله عليه وآله قال اتقي جوار نعم الله فإن النعمة إذا فرت لن ترجع. مضمون الرواية أو قريب النص، النعمة إذا ذهبت الإنسان عندما يوجه في المجتمع، ليش يريق ما يوجه؟ لأجل شوية فلوس أو لأجل شوية رياسة أو لأجل أي شيء آخر. النعمة إذا راحت ما راح ترجع، كذلك الصحة، كذلك المال، كذلك غير ذلك، فإنها إذا نفرت لن ترجع كما نفرت بعض الدواب. يقول أنا 40 سنة كنت أجاهد نفسي، بعد ذلك زرت ابني، يقول في البيت ما عندنا تلفزيون طبيعية، يقول زرت التلفزيون للكثير شيطان مجسم حقيقة، هنا ينظر هناك ينظر هناك يسمع وكذا وإلى آخره، وكذلك الشبكة العنكبوتية وهاي الواتسابات والأجهزة، حقيقة لازم نراقب أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا، شياطين مزروعة في كل مكان. المهم يقول أنا ابني زرته في بيته، فالصدفة الله يريد يمتحنه، الامتحان صعب والله محيط، لكن هو يتصور نفسه لا صدق في القمة محصن لعله. يقول دخلت في البيت وإذا التلفزيون مفتوح، نفس اللحظة شوف امتحان الله أنه ما يجي ثانية قبل أو ثانية بعد، أو أن القناة لا تكون على فلان، تكون على هالقناة بالضبط. الله خوش يمتحن العبد، فلازم صدق الإنسان يكون من امتحان الله على حذر ورابطه. يقول بأنه وإذا التلفزيون كان يبث هذا المشهد مع الأسف، يقول مجموعة من النساء المتبرجات ينزلن من سلم الطائرة وبعض أجزاء جسدهن مكشف، يقول أنا شفت شوية أكثر من النظرة الأولى، والإنسان النظرة الأولى اللي هي غير اختيارية خب ما يخالف، لكن جزء من الثانية يضيف نظر هذا هنا، جزء من الثانية شوية تطلع أكثر. يقول فجأة شفت الظلام، الظلام خيم علي وسلبت كل ما أعطيته خلال 40 سنة من الجهاد، في ثانية واحدة تكسر وتحطم وزال. هكذا يمتحن الله عبيده، فليكن الإنسان مهما قدم مهما قدم، فلأكن مهما قدمت. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يجب علينا أن نرابط في الثغر الذي يلي إبليس ليل نهار، وفي ثغر النفس الأمارة بالسوء، وثغر الهوى والدنيا. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.